لو هنرتبهم بافضل ارخص بودات ونبدا بقى ايه نزيد بالفئه السعريه، فاحنا هنبدا بالاريسبود، وبعد كده نطلع للسوندر كيو، بعد كده الوينكس كيو، بعد كده اي بود من الكاليبرنات اللي موجوده. الكاليبرنات في الحقيقه المفروض سعرها يبقى اقل من الوينكس كيو، بس بسبب عدم تظبيط التسعير هتلاقي الوينكس كيو اقل، فبالتالي هو قيمه مقابل سعر اكتر. وبعدين الاوكسفا برو، وبعد كده ممكن بقى اي حاجه بطاريتها كبيره زي الارجوس برو مثلا بتاع شركه